أزيد من 12% من إجمالي الإصابات بسرطان الثدي عند النساء تكون لشابات سنهن أقل من 35. أسباب نرجع الأخصائيون في الأساس للعامل الجيني والوراثي ناهيك عن عوامل أخرى. Moins de 35 ans في الجزائر نهار درنا اون ايتود وقدمناها في الخارج على نسبة سرطان الثدي عند المرأة اللي أقل من 35 سنة. Ils étaient choqués parce que حنا le pourcentage الحق 12%. Alors que quand tu rentres en France ou là les pays étrangers, c'est بهم 1 à 3%. علاش aussi important خممنا الحوايج حاجات بزاف مي لو بلوس امبورطون ريست بور نو لا جينيتيك قلنا بيتيتر كو سي لو فاكتور جينيتيك كي اون كوز نهار درنا ليتود تاعنا صبنا بلي اون فام جون مازال ما جابتش دراري 60% ديجا كانوا يشربوا لا كونتراسيبسيون ديجا. اهم عامل عند هذه المراه الشابه اللي عندها اقل من 35 سنه هو عامل الوراثي، يعني شفنا وقمنا بدراسات وقمنا بتحاليل لبحث عن التشويهات الجينية وشفنا باللي عند هذه الفئة تاع النساء اللي عندهم 20 سنة و 25 سنة اللي داروا سرطان الثدي شفنا باللي عندهم تشويه جيني، ولا عندهم حتى اللي ما درنا لهمش تحاليل شفنا باللي عندهم في العائلة أفراد داروا سرطان الثدي ولا سرطان المبيض. صعوبة التشخيص الأولي لسرطان الثدي لدى الشابات في البيت يجعل حالة معظم اللاجئات إلى مراكز العلاج في مراحل متقدمة مقارنة بغيرهن. وكاين يعني حاجة اللي تخلي المرأة ما تجيش بكري هي أنه الثدي تاع المرأة الشابة كتيف سكيفي، حتى هي ساعات ما تمسش هذيك الحبة حتى تفوت 3 سنتيم، فهمتي؟ والمرأة اللي تكون بعد سن اليأس يكون الثدي تاعها مشحم ما عندها خلاص ما عنده حتى كثافة تقدر تتوله أي حبة عندها 2 سنتيمتر يعني 1 سنتيمتر ويجيونا هكذاك. هذه هي الصعوبة اللي نتلقاوها، ولكن نسبة الشفاء رايحة تكون تقريبا نفس الشيء. قلت لك هي كلش في التشخيص تاع المرض مبكرا. تشخيص سرطان الثدي لم يعد مقتصرا على النساء فوق سن 40 فقط، فالحذر والحيطة ضرورية لجميع الفئات العمرية.